في هذا الفيديو غنهضروا على شركة اس جي تي ام اللي شادة ملعب الرباط، كتمشي بوتيرة سريعة جدا. ما تستغربش الى سالوا الاشغال قبل المدة اللي قال عليها فوزي لقجع. شركة اس جي تي ام مغربية خالصة، وضعت فيها المملكة الثقة الكاملة في عديد المشاريع الوطنية. شركة اس جي تي ام الشركة العامة للاشغال بالمغرب، شركة مغربية متخصصة في البناء والاشغال العمومية، كتملك رصيد كبير وخبرة جيدة في إنجاز العديد من المشاريع والطرق الكبرى اللي كتشكل العمود الفقري للبنية التحتية في بلادنا، طرق، قناطر، سدود، مصانع، إدارات عمومية وخاصة. ومنذ أن أسسها الإخوان أحمد ومحمد القباش في سنة 1971، نجحت شركة اس جي تي ام في منافسة شركات عالمية متخصصة في المشاريع الكبرى. للإشارة، الشركة ماشي اللي غتغلف الإطار الخارجي للملعب وتسقيف الملعب، فهناك شركات متخصصة أخرى هي اللي غتقوم بهذا الأمر. إذن هادشي اللي عندنا في هذا الفيديو، تهلاو فراسكم، تشاو تشاو.